أحسن الله إليكم. نقول في سؤاله الثاني: أنا صاحب شاحنة، جاءني شخص يريد أن أحمل من عفشه في بيته، وله مع العفش بعض آلات اللهو، هل يجوز لي أن أحمل العفش مع تلك الآلات إلى المكان الذي يريد، علما أني آخذ من الإيجار أم لا؟ لا يجوز لك أن تحمل آلات اللهو، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا كان يصر على حملها وعلى الاحتفاظ بها فلا يجوز لك أن تحملها له من مكان إلى مكان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فإن استثناها الحامل؟ نعم استثناها، يقول أحمل عفشك إلا هذا له ذلك؟ له ذلك. نعم.